دلوقتي احنا تقريبا خلاص شفنا مع بعض اهم حاجات موجودة في الأنريل، ازاي نقدر نستخدمه وازاي نقدر نعمل كل حاجة. تعالوا دلوقتي نشوف ازاي نقدر نعمل منظر طبيعي في النهار الصبح عادي على الأنريل بكل سهولة. أول حاجة هنيجي هنا في جيومتري وهنجيب بوكس، ده الأرض بتاعتنا، هنخليه مثلا هنا الـ X والـ Y والـ Z، هنخلي مثلا الـ Z هنا 0.1 0.2، ونكبر الأرض كده زي ما احنا عايزين. دي الأرض بتاعتنا اللي احنا بنشتغل عليها، خليها عن ليد دلوقتي عشان نعرف نشتغل براحتنا. أول حاجة عايزين نعملها إن احنا ندي ماتيريال للأرض دي. دي طبعا حاجات كتيرة في المكتبة عندي أنا مجمعها من سنين، الحاجات اللي احنا هنستخدمها في الكورس هتلاقوها معاكم في بروجكت فايل إن شاء الله. هنبدأ مثلا نشوف هنا كده الماتيريال بتاعة الأرض، نخش هنا نلاقي ماستر ماتيريال مثلا. احنا محتاجين ماتيريال الأرض نفسها، جراوند ماتيريال، ممكن نستخدم الماتيريال دي. هنا هنلاقي الماتيريال دي صغيرة قوي، نقدر من هنا كده من سكيل ان احنا نكبر دي، خليها 0.1 مثلا تظهر اكتر. لا يبقى هنعمل العكس، خليها 10 زي كده مثلا او 20 كده مثلا. كويس، هنبدأ أول حاجة إن احنا نحط الجراس الزرع بتاعنا اللي تحت. لو احنا شدينا ده كده دراج أند دروب عادي خالص هينزل عادي كده كل مكان، بس احنا كده مش هنخلص، يعني احنا محتاجين نفرش الأرض دي كلها زرع بأسهل طريقة ممكنة. هنا في حاجة اسمها فوليج بتاعت النباتات كلها، هناخد الجراس ده هنرميه هنا، وهنا في البينت هنا البراش سايز خليها مثلا 30، دي البراش سايز بتاعتنا. وهنا الدنستي ده العدد بتاع الحشائش اللي احنا هنعملها، لو هنا 100 زي ما هي هنلاقي كده ايه انه بيسيب اماكن كتيرة فاضية. كنترول زد نرجع عادي، هنزود الدنستي ده نخليه كده مثلا، هتلاقي مفيش مكان بيسيبه، يعني مش هنزوده قوي خليه كده. في حاجة ظريفة جدا هنا، ان هنا السكيل بتاعنا تقدر تتحكم المينيمم كام والماكسيمم كام، يعني مثلا لو احنا عملنا المينيمم من 0.7 لواحد هنلاقي هيعمل حاجات صغيرة وحاجات كبيرة كده مثلا 0.1 لواحد. هنكبر هنا بقى البراش سايز دي نخليها 50، ونبدأ ان احنا نفرش الأرض بتاعتنا كلها بكل سهولة. لو طلعنا كده من الكاميرا نقدر نتحكم أسرع، ممكن نكبر برضو البراش سايز نخليها 200 عشان نكون أسرع. مثلا على حسب ما احنا عايزين كده. محتاجين دلوقتي ان احنا نبدأ نحط زرع تاني مختلف مع الجراس ده. هنا ممكن نحط دي، نرجع تاني هنا ده ورق واقع، ورق شجر واقع، نتحكم في حجمه برضه ما احنا عايزين، ممكن نخليه 0.5 كبير او صغير على حسب ما احنا عايزين. نبدأ نرميه احنا بقى بشكل عشوائي هنا كده وكده. نبدأ نشوف كل اللي عندنا، نحط من الزرع ده مثلا
ونكبره كده. نبدأ نحط كده واحدة ونص مثلا في أكتر من مكان بأكتر من شكل عشوائي، وممكن برضو نعملها بالبرش زي ما احنا اتفقنا. نحط دي هنا كده، وهنشيل بقى سيلكت على جراس خلاص عشان ما يبدأش يعمل بينت للجراس تاني. وهنا بدل الدينستيم هنزودها، هنقللها عشان مش هينفع نعمل كتير طبعا من ده. نخليها مثلا 200، نخلي دي 50. بدأ يحط اهو في الأماكن هنا بالظبط كده. ممكن نزود كمان، نخليها 500 ونكبر الحجم، نخليه من 1.5 لـ3 زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بدأ يرمي في أكتر من مكان. نرجع تاني هنا. طيب دلوقتي احنا هنعمل سيف الأول برضو، ونكتب هنا ايه نيتشر. بعد كده هنحط شجر، نجيب بقى الشجر اللي احنا عايزينه برضه دراج اند دروب كده، هنحمل بس الكواليتي. ايوه بالظبط كده. هنصغر الشجر ده شوية مثلا، نخليه 0.5، 0.3، 0.4. بوينت ده كويس. هنبدأ بقى ان احنا نرص الشجر ده بالشكل اللي احنا عايزينه. نخلي الكبير ورا دايما، الباك جراوند دايما الكبير، الشجر الكبير. نكبر الشجر اللي في الباك جراوند، ونخلي الشجر الصغير قدام على حسب برضو الشكل اللي انت عايزه. كده نشد بقى بالالت كده، هنعمل نكتر الشجر ده. كده هنعمل لبس، نحط الشجر ورا وشجر قدام، اكتر من نوع نغير مكانهم واحجامهم برضو على حسب الشكل اللي انت عايز تعمله. مثلا الشكل ده، نحط شجرة هنا مثلا من هنا كده، نخليها بوينت 1. بوينت 2 ده الشكل بتاعنا. نسيب كده، احنا رصينا الشجر كله خلاص، ورصينا الجنينة. هنا طبعا الأماكن الفاضية دي هنبدأ بقى نرجع تاني نشيل ده، أو نعمل سيلكت على الاتنين، نشيل ده مثلا دلوقتي، نخلي دي 100 أو 500. نبدأ نفرش هنا كل ده الأماكن اللي مفيهاش نجيلة بالظبط كده. نشوف في الشجر اللي مرفوع عن الأرض ده، هننزله تحت كده بالظبط كده. سيف. دلوقتي احنا محتاجين ننور المشهد ده، هنيجي برضو عند لايت. هنا هنستخدم الدايركشن لايت ده الشمس. هنا في الروتيشن اتجاه الشمس بتاعنا جاي منين بالظبط. لو قلنا ان اتجاه الشمس من هنا، ممكن ننزلها شوية كده او نطلعها كده، خليها كده احسن.
ناخد زاوية كده ونعملها موف برضو، ونخلي لونها اورنج شوية ونفتحه هنا كده، والقوة بتاعتها نخليها مثلا كده مثلا دلوقتي، و use temperature دي درجة الحرارة بتاعة الإضاءة، لو عملناها كده تبقى حرارتها عالية شوية كده باردة، لا احنا نزود حرارتها شوية صغيرة. دي إضاءة الشمس. بعد كده هنعمل السما زي ما اتفقنا، هنيجي هنا عند Ultra Dynamic Sky وهنحط السما دي، وهنخلي Time of the Day الصبح بالظبط كده، وهن السحاب خليه كده كويس بالظبط كده، وهنا السحاب الصغير ده ممكن نزوده أو نقلله، وهنا سرعة السحاب كده حركناها شوية. هنحط دلوقتي إضاءة السماء سكاي لايت من هنا بالظبط زي ما شايفين، هنا سكاي لايت أهي، لو عملناها زيرو هتبقى كده واحد اتنين على حسب عينك، احنا بنشوف الأول بنظبط الإضاءة كده كويس أوي. ممكن نديها لون لبني كده مثلا بالظبط، ونرجع تاني لإضاءة الشمس نزودها كده، إضاءة الشمس بقت أحلى كتير طبعا. نبدأ نظبط المشهد زي ما احنا شايفين كده، ونشيل خالص نسيب. بعد كده هنعمل حاجة مهمة جدا، هنيجي هنا نكتب FOG دي الفوج بتاعنا، عندنا نوعين، النوع الأول هو لو احنا زودنا هيزود الشمس ونزود السبورة الفوج بتاعنا، النوع التاني ده هنستخدمه دلوقتي الفوج ده أيوه كده، دي القوة بتاعته، وده اللون، القوة هنقللها شوية نخليه كده، واللون ممكن نخليه كده او كده على حسب ما احنا عايزين، اللون نخليه زي ما هو عادي خالص. وهنا البلومتريك فوق ده هنشغله، هنا هيعمل شكل جميل اوي في فوق. نخش الاول على اللايت بتاع الشمس، والبليومتريك هنا نخليها 2، وهنخش تاني على الفوج اللي احنا عملناه، وهنا هنزود ده، هنبدأ نظبط البارامترز بتاعتنا لحد ما يدينا الشكل اللي احنا عايزينه بالظبط. اللون هنا نخليه اورنج شوية، فوق بدأ يظهر اهو، كده كويس، بس اللون هيبقى كده ايوه. وهنا اللايت ده لو عملناه كده هيبدأ يزود الإضاءة بتاعة الفوق، ويغير لونها لو احنا عايزين. مثلا كده نخلي دي برضو قريبة من نفس اللون كده، overwrite light color ده بيخلي الفوج اللي جاي واخد من الألوان اللي في السين نفسها. نقدر دلوقتي نقلل الفوج ده ونزوده، يعني لو هو كده نخليه كده كويس، أو نزود زيرو كمان، نخلي الواحد ده 5،